لا بأس أن نشير إلى ملاحظة، وهذه الملاحظة هي أن هنالك ظاهرة نلمحها وتلمحونها لدى أبناء بعض المذاهب الأخرى، ظاهرة اجتماعية واضحة، ولعلها كثرت في الآونة الأخيرة. وهذه الظاهرة هي أن هؤلاء يحاولون أن يستنوا بما يرونه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن ما يرونه مطابق للواقعية التاريخية أو لا يطابق الواقعية التاريخية، ذلك بحث آخر، ولكن ما يتصورونه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وما يرون أنه سنة رسول الله يحاولون الاقتداء به والاستنان به. وأحيانا الإنسان يجد أنهم يشذون عن الواقع الاجتماعي ويشذون عن العرف الاجتماعي، تجدون في هيئتهم، في أسلوبهم، في منهجهم مظهر لا يقبله المجتمع ولا يرتضيه المجتمع. يقولون لا إشكال في ذلك، لأن هذه الهيئة هي هيئة رسول الله، لأن هذا الأسلوب هو أسلوب رسول الله. يشذون عن المجتمع، يدخلون في تناقض مع المجتمع، يتزيون بزي غير مألوف لدى المجتمع. منطقهم في ذلك أن هذه هيئة رسول الله وأن هذا منهج رسول الله، ومنهج رسول الله أحق بالاتباع من المنهج القائم في المجتمع. لا علينا بهذه النقطة وبتحليل صوابية هذا المنطق، ولكن القاعدة الكلية أن الاستنان بسنة رسول الله إذا ثبتت، هذا شيء واضح، هذا شيء يؤكد عليه القرآن الكريم. الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الذي يرجو الله ويرجو الآخرة يجب أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن لاحظوا هذه المفارقة، يوجد هنالك حديث واحد أو عدة أحاديث في شيء جزئي، في شيء هامشي، لا يدخل ضمن منظومة الواجبات والمحرمات، وإنما منتهى الأمر يدخل في دائرة الآداب،
في دائرة السنن، في دائرة المستحبات والمكروهات، تلاحظون عندهم هذا التقيد وهذا الالتزام. ولكن عندما تأتون إلى آل رسول الله هنالك مئات الأحاديث، بل ألوف الأحاديث رووها هم في كتبهم، في صحاحهم، في الكتب المعتبرة. عندما يأتون إلى هذه الأحاديث يتغافلون عنها، يتجاهلونها، يعرضون عنها. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ المسلم أهم شيء فيه هذا العنوان، عنوان المسلم. لماذا وضع هذا العنوان على المسلم؟ لماذا اسم هذا الدين الإسلام؟ الإسلام يعني التسليم. إذا رسول الله قال هذا فقد قال ذاك أيضا. لماذا هذا التبعيض؟ لماذا هذه الانتقائية، المنهج الانتقائي؟ الشيء اللي يعجبني أعمله، الشيء اللي ما يعجبني ما أعمله، مع أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وآله. على كل حال، هذه ظاهرة حقيقة يجب أن يتوقفوا عندها. كل شيء يرتبط بآل رسول الله، بعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه أمير المؤمنين، بالإمام المهدي صلوات الله عليه، ترون أنهم يتعاملون مع هذه الأحاديث بشكل آخر.